بدأت خلايا تنظيم داعش الإرهابي تنشط في محيط مخيم الهول شمال شرق سوريا بهدف السيطرة عليه بحسب معلومات استخباراتية. نتابع التقرير ونعود. مع انشغال العالم والدول الكبرى بالحرب الروسية الأوكرانية، بدأت خلايا نائمة من تنظيم داعش الإرهابي بتصعيد تحركاتها وهجماتها باستهداف مخيم الهول شمال شرق سوريا الذي يضم أكبر عدد من عائلات وزوجات عناصر التنظيم. مصادر أمنية ومعلومات استخباراتية كشفت عن إعداد خلايا نشطة من تنظيم داعش لهجوم واسع يهدف للسيطرة الكاملة على مخيم الهول، على غرار الهجوم الدام على سجن الصناعة بمدينة الحسكة في كانون الثاني الماضي. وسط تلك التحذيرات اندلع حريق في القسم الخامس الخاص بالنازحين السوريين في المخيم الواقع إلى الشرق من محافظة الحسكة دون خسائر بشرية. وأوضح مصدر أمني لقناة اليوم أن الحريق اندلع في إحدى الخيم وامتد إلى عدة خيم مجاورة، مؤكداً أن الحريق متعمد واستهدف خيمة لإحدى النساء اللواتي يترددن على المنظمات والجمعيات العاملة في المخيم والتي تقدم الدعم النفسي لعوائل تنظيم داعش الإرهابي. في سياق ذلك شن مسلحون مجهولون هجوماً بالأسلحة النارية الأربعاء الماضي على نقطة تفتيش في القسم السادس من المخيم، أسفرت عن مقتل حارس أمني من قوى الأمن الداخلي وإصابة آخر بجروح بليغة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج. هذا ويحاول داعش استعادة نشاطه مجدداً في سوريا وليبيا مستغلاً حدة الصراع بين واشنطن وموسكو على مناطق النفوذ في العالم وعلى رأسها أوكرانيا. ويشهد مخيم الهول بريف الحسكة شمالي شرق سوريا عمليات اغتيال متكررة تتهم فيها خلايا تنظيم داعش الإرهابي وسط مناشدات متواصلة للمجتمع الدولي لحل ملف عوائل عناصر التنظيم في مخيمات شمال شرق سوريا. النقاش أرحب بضيفي من القاهرة مصطفى أمين باحث في الجماعات الإرهابية. أهلا بك أستاذ مصطفى. أهلا بك فندم. أهلا بك أستاذ مصطفى. هناك معلومات أمنية تفيد بأن خلايا تنظيم داعش تخطط للسيطرة على مخيم الهول، كيف يمكن تقييم وتقدير هذه المعلومات وهذا الموقف؟ في الحقيقة المعلومات دي لحد كبير ممكن قراءتها في إطار الاستراتيجية اللي وضعها التنظيم مسبقا حتى قبل مهاجمة سجن الصناعة في غويران في الحسكة، اللي هو هدم الجدران وأيضا اقتحام المخيمات، باعتبار أن جدران السجون أو السجون الموجودة في الشمال السوري بتمثل ذخيرة مهمة للتنظيم بيحتاجها لزيادة عدد مقاتليه وتنشيط خلاياه بتلك العناصر، ويمكن ده اللي تم في عملية مهاجمة سجن الصناعة وهنا أفشلتها قوات سوريا الديمقراطية وأفشلت المخطط بعد القضاء على معظم العناصر اللي هاجمت السجن. يضاف إليها أيضا الاستفادة من خلايا التنظيم الموجودة داخل مخيم الهول، والخلايا دي طبعا متمثلة في نساء بيتبنوا الأفكار الداعشية وأيضا مجموعات مخفية داخل المخيم بتمارس نوع من أنواع الدعم اللوجستي للتنظيم في مخيم الهول وباقي المخيمات اللي توجد فيها عناصر داعش. فده كله استمرار لاستراتيجية التنظيم وبقائه. التنظيم حاول يحدث حالة من الزخم، حالة من الدفع المعنوي الفترة الماضية من خلال مهاجمته لسجن الصناعة، لكن هذه الحالة وقضت بعد مقتل زعيمه وخلفانه أبو غريب الهاشمي في منطقة الشمال السوري أيضا، وده بيضع علامات استفهام كبيرة لمقتل اثنين من قياداته في منطقة واحدة. فبالتالي التنظيم بشكل مستمر بيحاول أنه يعلن عن وجوده، بيحاول يتواجد في مناطق الشمال السوري ويفعل خلاياه في هذه المناطق، ويمكن مناطق الشمال السوري تستمرية واضحة في عمليات التنظيم ليس فقط ما أشرت إليه في تقريركم، ولكن أيضا
الهجوم بشكل مستمر على مواقع قوات سوريا الديمقراطية، وكأنها في مناطق السيطرة أو المناطق الإدارة الذاتية. وده بيعني بشكل مباشر أن التنظيم بيدعم قوات سوريا الديمقراطية والإخوة الأكراد في مقدمة المجموعات العرقية المستهدفة. يضاف إليها أيضا المسيحيين في مناطق وسط غرب أفريقيا اللي بيهاجمهم بضراوة، وأيضا الإخوة الشيعة وخاصة الهزارة في مناطق وسط آسيا وولايات خراسان أفغانستان وباكستان. أستاذ أمين، تحدث عن محاولة سيطرة داعش على سجن الحسكة في شهر كانون الثاني الماضي، يعني برأيك هذا المخطط اليوم كما تفيد المعلومات حول السيطرة على مخيم الهول، هل يأتي استكمالا لمخطط الهجوم على سجن الحسكة، أم أنه كهدف يأتي هدف منفرد لخلايا داعش؟ ليس منفردا على الإطلاق. مهاجمة هجم الأسوار وفك العاني كما يسميها تنظيم داعش، يعني مصطلحات داعشية صرفة، هدم الجدران وهدم الأسوار وفك العاني، دي استراتيجية وضعت من قبل التنظيم عقب القضاء على معقله الأخير في الباغوز وتشتت عناصره في البادية السورية أو مناطق الشمال السوري، وأيضا في صحراء الأنبار في العراق والمناطق العراقية. هذه الاستراتيجية واضحة وبيؤكد التنظيم بشكل مستمر، ويمكن متابعة يعني بسيطة لأعداده متعلقة خاصة بالنبأ الجريدة الرسمية أو الإصدار الرسمي للتنظيم، تجد أنها بتحمل دلالات كثيرة على هذا الأمر، ناهيك عن دعوة المتحدث باسم التنظيم بشكل مباشر لهذا الأمر. فقراءة الأمر بشكل فردي لا، لأن تنظيم داعش دايما بيضع الاستراتيجيات العامة من قبل القيادة المركزية ويترك التفاصيل المتعلقة للولايات أو المجموعات التابعة ليه في الولايات. وطبعا هو مصنف سوريا على أنها ولاية، مسميها ولاية الشام، والعراق على أنها ولاية، ولايات العراق، وأيضا باقي الولايات في غرب أفريقيا وسط أفريقيا وخراسان وغيره. التفاصيل المتعلقة بالعمليات تركها للعناصر التابعة ليه، لكن الاستراتيجيات العامة بتضعها القيادة المركزية وبتلتزم بها إلى حد كبير الولايات أو المجموعات التابعة ليه في باقي الدول. فهذه الاستراتيجية قائمة ومستمرة وهتستمر. يعني أنا هنجد أيضا هجوم من نوع مختلف وبشكل مختلف في الفترة القادمة، حتى لو مش على المستوى القريب هيكون على المستوى البعيد في مهاجمة سجون أخرى في الشمال السوري، وايضا يعني محاوله هذه التوقعات يعني التي تبنيتها استاذ مصطفى بممكن احتمالات هجوم اخر على سجون اخرى مستقبلا. اذا ما يشهد مخيم الهول اليوم من احداث اغتيالات، واحدثها كان اليوم يعني او امس حرق خيم في قسم النازحين السوريين، وقبلها بايام هجوم بالاسلحه الناريه على نقطه تفتيش في القسم السادس راح ضحيتها عنصر أمن في المخيم، هل تعتبر هذه إذن بداية الخطوات نحو خلق فوضى أمنية في المخيم يتبعها محاولة سيطرة عليه؟ محاولة خلق فوضى أمنية دي مستمرة، يعني هي لها امتداد قديم عقب توطين عناصر وعوائل داعش في مخيم الهول بعد معركة الباغوز، مستمرة، وهم مستمرين في إحداث هذه الفوضى لإعطاء إيحاء لقوات سوريا الديمقراطية بأنها لن تستطيع السيطرة على هذا الكم الهائل من العوائل الداعشية الموجودة داخل المخيم وأيضا في المخيمات الأخرى. فأحداث الفوضى دي استراتيجية قائمة من التنظيم ومستمرة وهتستمر، ولها امتداد زي ما أنا أشرت امتداد قديم داخل المخيم، وهذا الأمر أيضا هيستمر في باقي المخيمات. الهدف اللي بتسعى عليه داعش من خلال استنزاف ما يسمى استراتيجية استنزاف الجيوش اللي بتواجهها زي الجيش الوطني السوري وزي اقصد زي الجيش العربي السوري وزي باقي الجيوش العربيه اللي بتواجد في دولها عناصر داعش في ليبيا وايضا في غرب افريقيا، وايضا استنزاف القوات المناوئه ليها اللي على راسها طبعا قوات سوريا الديمقراطيه والمجموعات المسلحه اللي معول عليها او ملقى عليها عبء يعني مواجهه التنظيم خاصه في مناطق الشمال السوري. فهذا الامر مستمر والاستنزاف قائم، وايضا بيواكبه استراتيجيه اخرى متعلقه بالحرب الاقتصاديه اللي هي هدم اعمده كهرباء الضغط العالي
لخلق حالة أزمة اقتصادية داخل المناطق، وأيضا محاولة يعني حق المحاصيل الزراعية، ويمكن ده تم في مناطق الشمال من الأوقات. وبالتالي كل الاستراتيجيات العامة اللي أشرت ليها اللي بتوضع من قبل القيادة المركزية للتنظيم بتنفذ وتفعل داخل مناطق الشمال السوري وأيضا داخل المناطق الأخرى، وهي مستمرة لها امتداد قديم ومستمرة في الوقت الحالي وتستمر في المستقبل ما دام التنظيم قائم ولا زال له خلاياه ولم يتم القضاء عليه ولم يقوم المجتمع الدولي بجهود حقيقية يعني إنهاء هذا التنظيم بشكل كامل وبشكل فعلي مباشر. طيب ما الهدف؟ يعني مخيم الهول هو يعتبر من أخطر مخيمات الإرهابية في العالم، تضم عوائل داعش وإرهابيين. يعني ماذا تستفيد داعش من السيطرة على المخيم وهو بقعة وسط الصحراء، يعني أرض مكشوفة؟ داعش ما لا يعنيها الأرض المكشوفة أو الأرض غير المكشوفة. داعش يعني السيطرة، إثبات الوجود. يعني الهجوم على سجن الصناعة كان هدف منه هدم الأسوار وفك مساجين داعش أو عناصر داعش الموجودة داخل السجن. هي أحدثت هذا الزخم، يعني عاوزة تدي انطباع ودافع معنوي لمقاتليها ومن يرغب في الانضمام ليها عبر الفضاء الواسع الإلكتروني وفضاء الاستقطاب الهائل اللي داعش يستفيد منه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال وسائل التواصل الإلكتروني وغيرها. فمخيم الهول جزء من هذه الرؤية التنظيمية لداعش، باعتبار ان مجرد احداث فيه فوضى وحتى اسقاط جزء منه هو انتصار كبير للتنظيم. هذا الانتصار بيعطي انطباع ويعطي حالة من الزخم الاستقطابي لعناصر جديدة تنضم ليه، وبيعطي ايضا يعني ربما فرصة الى خلق جغرافيا جديدة يستطيع التنظيم التوسع من خلالها في مناطق أخرى، وخاصة أن مخيم الهول تحديدا هو بؤرة، يعني بؤرة رخوة يعني قابلة لهذه السيطرة وهذا النوع من الوجود، باعتبار أن التنظيم بنيته الفكرية وبنيته الأيديولوجية وبنيته يعني الهيكلية البشرية متشربة ومتشبعة بأفكار التنظيم الإرهابية والدموية، فبالتالي هو بيئة خصبة في حال السيطرة عليه أو السيطرة على جزء منه لوضعه كنقطة انطلاق لتوسيع جغرافية التنظيم فيما بعد. فده هدف التنظيم بيسعى إليه في الوقت الحالي وسيسعى إليه في المستقبل وسيحاول تنفيذ خطط وعمليات فعلاً نعم. هل داعش فعلا يستغل الآن الأزمة أو الحرب في أوكرانيا وانشغال العالم بذلك، وهل له القدرة على ذلك، أم الأجدى أن نقول أن النظام التركي وفصائله الإرهابية هم من يستغلون انشغال العالم بالحرب الأوكرانية ودعم ومساعدة خلايا داعش؟ خلينا متفقين أن النظام التركي يعني والحالة العسكرية الاستعمارية اللي خلقها في بعض المناطق في الشمال السوري بتسمح باحتضان عناصر لتنظيم داعش، وأيضا باعتبارها مناطق إيواء ومسارات للدعم اللوجستي وغيرها، فهذا أمر بالنسبة لتركيا منتهي. يعني نعم، دي قضية تركيا متورطة فيها منذ فترة ولا زال التورط مستمر من خلال دعمها للعناصر اللي خلقت بيئة خصبة لتواجد وانتشار داعش في مناطق الشمال السوري. الحرب الأوكرانية الروسية وأيضا الدعم الأمريكي اللي جاي بالأوكراني هي مفيدة للتنظيم، باعتبار حتى التنظيم أشار ليها في عرض الأخير المجلات النبأ بأنها حرب صليبية. مفيدة ليه؟ في أن خلقت أو حالة من الانشغال المجتمع الدولي عن تنفيذ عمليات نوعية ضد التنظيم في الشمال السوري وأيضا في باقي المناطق. أيضا هتفيده في أن المجتمع الغربي اللي بينسحب في الأساس من مناطق نفوذ داعش أو مناطق تواجد داعش من خلال القوات المنتشرة فيها سواء في الشمال السوري أو في وسط أفريقيا وغرب أفريقيا وغيرها أو حتى في أفغانستان وباكستان، بتفيده في أنه يعني هذا الانسحاب
بيعضدوا الدعم الكبير اللي بتقدمه الولايات المتحده الامريكيه والمجتمع الغربي لاوكرانيا، وبالتالي توجيه الدعم يعني نحو اوكرانيا هيفيد التنظيم في انه يعني المجتمع الدولي هيغض الطرف او يتجاهل او يتناسى التنظيم مؤقتا في عملياته وفي جمع معلومات عنه وفي استهدافه على الاقل في المدى القريب لانشغاله بالازمه الكبيره اللي هي صراع اقطاب الموجوده في ما بين اوكرانيا وروسيا. فطبعا ده امر يفوت التنظيم، والتنظيم وهذا الانشغال بيسمح للتنظيم بانه يعني يعيد تنظيم الشبكه الهيكليه له، هيساعده في الفتره القادمه انه ينهي مساله اختيار خليفه جديد بعد مقتل ابو ابراهيم الهاشمي منذ ما يقارب شهر. ايضا هيفيد انه يوسع من مسارات الدعم اليويستي ومسارات التواصل مع الولايات بظل يعني انشغال الولايات المتحده الامريكيه والمجتمع الغربي بالحرب الاوكرانيه الروسيه. نعم، اشكرك جزيل الشكر من القاهره مصطفى امين، باحث في الجماعه الارهابيه، شكرا لك. مشاهدينا، فاصل اخير، ابقوا معنا.